هذه ليست إحدى زوجات صدام حسين أو بناته أو شقيقاته، والاحتفاء بها وتشريفها بكل مجلس ما كان مرده نسبا أو سطوة قربة، فهي عالمة عراقية مرموقة تفجرت نبوغا بالعلوم والذرة، ووقف العراق إجلالا لها ورهب جانبها العالم. لطالما توسطت الحشود العراقية التي هتفت حولها، لم يقتحم رجل أو امرأة مجالس صدام كما كانت تفعل هدى عماش، فحضرت بين كبار قادته اجتماعات ولقاءات رسمت مصير العراق، وخصها صدام حسين بامتيازات ضن بها على كبار رجاله، حتى لقبها من امتلأ غيظا منها قطة صدام المدللة، ومن أحبها وأعجب بعلمها وقوتها سماها العالمة الحديدية، بعد أن تربعت على عرش أعلى المناصب العلمية ببغداد، وباتت أول من أدخل دراسة علم الميكروبيولوجي للجامعات العراقية. حتى أمريكا أخذت نصيبا من مخافة هدى، فلقبتها سيدة الجمرة الخبيثة، لتشغل فيما بعد الرقم 53 من أصل 55 قياديا عراقيا مطلوبا على قائمة أمريكا، باتهامات بينها إحياؤها برنامج العراق النووي. وعند اعتقالها بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حضر بول بريمر شخصيا بطائرته العسكرية ليصدق أنها اعتقلت. فمن هي العالمة هدى عماش؟ ولماذا أرعبت واشنطن ووقف لها صدام والعراق إجلالا؟ ابنة أبيها. في منطقة الأعظمية العراقية عام 1953 ولدت هدى عماش لوالدها صالح مهدي عماش، أحد المسؤولين البارزين في حزب البعث العراقي، إذ شغل منصب وزير الدفاع عام 1963 ووزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء عام 1968، فيما كان آخر منصب له هو سفير للعراق عام 1977، قبل أن يموت في ظروف غامضة لم تتضح معالمها حتى اليوم. فكانت نشأة هدى عماش في بيئة مخلصة وموالية لصدام حسين، فأنهت مراحلها المدرسية حتى الثانوية بمدارس الأعظمية عام 1971، ثم اختارت دراسة العلوم بجامعة بغداد لتنال البكالوريوس عام 1975. تفوقها الجامعي ضمن لها بعثة علمية إلى الولايات المتحدة، فالتحقت بجامعة تكساس في دينتون لتنال الماجستير بالأحياء المجهرية عام 1979، وفي عام 1983 نالت الدكتوراه من جامعة ميزوري بعد طرحها رسالة الدكتوراه حول آثار الإشعاع والعلاج الكيميائي على البكتيريا والثدييات. من العراق لأمريكا وبريطانيا. لم يحل تحصيل هدى العلمي في أمريكا دون شغلها مناصب بالعراق، كان آخرها رئاسة مركز البحوث النووية وهيئة التصنيع العسكري العراقي، إضافة لكونها عضو قيادة قطر العراق بحزب البعث، لكنها عملت قبل ذلك في كلية العلوم بجامعة بغداد، وتدرجت بعدها في الألقاب العلمية بكلية صدام الطبية، حتى نالت مرتبة الأستاذية وعينت مديرا عاما بمكتب أمانة سر القطر عام 1992، وعميدة لكلية التربية للبنات بجامعة بغداد، ثم عميدة لكلية العلوم، إلى أن اختيرت عضوا عاملا في المجمع العلمي عام 1996، في وقت كانت تشغل منصب رئيسة جمعية الأحياء المجهرية العراقية. كما رأست هدى هيئة تحرير المجلة العراقية للأحياء المجهرية ومجلة كلية التربية للبنات والمجلة العراقية للعلوم. مناصب هدى عماش العلمية امتدت لأمريكا وبريطانيا، فكانت عضو جمعية الكيمياء الحياتية البريطانية وعضوا بأكاديمية العلوم في ولاية ميزوري الأمريكية، وفي الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي شغلت أيضا منصبا رفيعا، كما قدمت أكثر من 30 بحثا منشورا بالعربية والإنجليزية في الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتخصصة. انشغالها بالعلوم البيولوجية والنووية لم يترك مجالا لتسليط الضوء على حياتها الخاصة، باستثناء أنها تزوجت من الدكتور أحمد مكي مدير المركز القومي للحاسبات، وكانت تعاني من سرطان الثدي الذي يعتقد أن سببه تعرضها للإشعاعات. هدى وصدام.
لطالما قدم الإعلام العراقي هدى عماش كعالمة مرموقة وقيادية رفيعة، لكن خبايا علاقتها بالدوائر الضيقة للحكم خاصة صدام حسين بقيت خافية على العامة، حتى خرجت شهادات نصبت لمسؤولين عراقيين سابقين بأنه كان مسموحا لهدى الدخول متى شاءت على الرئيس صدام الذي كان يحترم علمها ونبوغها ولا يناديها إلا سيدتي، حتى أنه بحسب الشهادات قد يقطع اجتماعا ويطلب من معه الانصراف حال جاءت هدى عماش بأمر مستعجل للقاء الرئيس. إلا أن عماش ظهرت أيضا كامرأة كابوس بشهادات آخرين، لأنها على حد قولهم قطة صدام المدللة التي لا يجرؤ أحد على إزعاجها. هدى الأسيرة. ما إن غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003 حتى وضعت لائحة من 55 مطلوبا من أركان النظام العراقي، شغلت هدى من هذه القائمة الرقم 53 لاتهامها بأنها تدربت على يد ناصر الهنداوي عراب برنامج الأسلحة البيولوجية العراقية، وبأنها من الشخصيات التي بدأت العمل على إحياء البرنامج النووي العراقي، حتى لقبتها أمريكا بسيدة الجمرة الخبيثة وسيدة الرعب، حتى أن بول بريمر تولى شخصيا القدوم بطائرة عسكرية لاعتقالها سنة 2003 وقال عنها: كنت أريد أن أراها بنفسي لأصدق. تشير روايات إلى أن قوات أمريكية نقلتها لمكان مجهول وعذبتها قبل أن تنقلها إلى السجن لتقضي عامين قبل إطلاق سراحها عام 2005، لتتجه بعدها إلى الأردن وتختفي تماما عن الأنظار بظل أنباء غير مؤكدة أنها فقدت كثيرا من مداركها وإمكاناتها العقلية جراء التعذيب. ورغم اختفائها وصدور شائعات بين الفينة والأخرى عن وفاتها، إلا أن محكمة عراقية قضت عليها في عام 2016 بحكم غيابي بالسجن مدة 15 عاما بتهم فساد. وأنت ما رأيك بالحكم القضائي العراقي على سيدة تصدرت مجالس صدام وأرعبت أمريكا؟